ينضم لنا المتحدث والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ سعيد بشارات عبر الخط الهاتفي. أستاذ سعيد صباح الخير، أهلا بك معنا. طبعا تحدثنا سابقا نحن معك عن هذه الحكومة وكل شيء متوقع منها، وكنا نتحدث عن يعني احتمالية أي عدوان محتمل على الضفة وتحديدا نابلس وجنين، لكن ربما الصورة لم تكن متوقعة أن تصل إلى هذا الحد، اجتياح بكل ما تحمل الكلمة من معنى منذ الساعة 7 صباحا، حتى اللحظة لم تنسحب، بل بالعكس هي جاءت هناك تعزيزات جديدة عبر حاجز الجلمة باتجاه مخيم جنين، لأن هناك مقاومة متواصلة واشتباكات مسلحة عنيفة داخل المخيم. كيف ممكن أن نصف ما يجري أستاذ سعيد؟ حينها قلت لك وإيش صباح الخير ورحم الله الشهداء وأعان الله شعب الفلسطيني، حينها قلت لك لن أستغرب كسعيد بشارات أن يسقط هناك 5 شهداء 10 شهداء في اليوم، لن أستغرب. لأن هناك حرب الآن يشهد الشعب الفلسطيني خاصة في الضفة الغربية 48، حرب شرسة من حكومة واضح خطها وهو هجوم كاسح على الشعب الفلسطيني. سموتريتش عد خطة 18,000 بيت للمستوطنين في الضفة الغربية، 1,000,000 مستوطن سيجتاحوا الضفة الغربية، شرع على المستوطنات غزو للأراضي في منطقة سي، وأيضا الجيش عد خطة للقضاء على ما يسميه بؤر الإرهاب خاصة في شمال الضفة الغربية وفي نابلس، فهو بدأ هذه الحرب. في الليل نسمع عن مصادرة أموال من ماهر يونس، كريم يونس، تضييق شديد جدا على العالم الفلسطيني، حرب أنا لا أصفها إلا حرب، وكنت متوقعها، وبكل أمانة أنا سجلت فيديو وذكرت أنه لن أستغرب، وبالتالي ما يحدث هو بالنسبة إلي ما هذا ما كانت تخطط له الحكومة، وهذا ما عزمت عليه، وما هذا ما تنفذ. نعم، طيب بالنسبة لما يرد عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أستاذ سعيد، تم الحديث أن نطاق هذه الحرب وهذه المجزرة قد يمتد إلى خارج جنين بمعنى غزة، وآخر هذه التصريحات كان فيما يتعلق بأنه مصادر سياسية إسرائيلية قالت لوسائل إعلام عبرية نستعد للتصعيد في غزة وجاهزون لأي ردة فعل قد تحدث في غزة نتيجة هذا التصعيد في جنين. هل من المتوقع حسب رؤيتك أن تمتد الأمور وتصل إلى غزة؟ هل فعلا سيكون هناك تصعيد من غزة أو ردة فعل على ما يحدث؟ أنا أتوقع شيء بالنسبة لقطاع غزة، لكن إذا دخلت قطاع غزة لن تقدم أي شيء، وستدمر غزة نفسها إذا لم تتحرك الضفة وتبدأ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سياسة جديدة. لا يفيد أن يكون الشعب الفلسطيني في واد والسلطة في واد آخر، نخرب على بعض. دخول غزة على الفاضي، دمار لقطاع غزة، احنا نتحدث عن حكومة متوحشة جدا. يعني لا نريد أن نحمل هموم أكثر مما نحمله. الآن يحتاج الشعب الفلسطيني يوقف مع نفسه مع ذاته ويعلن الحرب على حكومة أعلنت الحرب عليه. هذا بكل صراحة، أما أنه تدخل غزة تيجي السلطة تخرب عليها في الضفة هذا لا يفيد. واليوم نحكي بصراحة، نحكي في صراحة، لا يجوز لي كسعيد بشارات أنه أجي أحكي بدبلوماسية في وقت يعلن فيها حرب على الشعب الفلسطيني. فيش فيها دبلوماسية؟ غزة ممنوع تدخل. أنا بالنسبة لي ليش ستدمر نفسها غزة ونصبح مشلحين؟ لا معنى سلاح ولا معنى قوة ولا طيب معنى ما معنى يعني الحديث عن غزة في الإعلام العبري يعني والتصريحات؟ أنا الصراحة بقي أحكي لك، كل الحديث بدهم يورطوا غزة، بدهم يدخلوا غزة في وطون حرب يدمروها ويصبح الشعب الفلسطيني لا قادر يدافع عن أقصى ولا قادر يدافع عن أرض ولا قادر يدافع عن إنسان. الاحتلال أنا بحكي لك خطته واضحة، وإذا قرأت التقديرات الاستراتيجية لمعهد الدراسات اللي نشر أول أمس بتعرف شو بحكي سعيد بشارات، بتعرف بالتفصيل وين رايح الأمور. إحنا اليهود بيكتبوا كل شيء على الحيطة وبيقولوا لنا هذا اللي بنسويه معكم، كل شيء مكتوب. إحنا كل شيء بنشوفه بننقله للناس وبنقول للناس هذا اللي بدهم يسووه اليهود، بدهم مش يردوا. بنحكي للسلطة، بنحكي لكل الفلسطينيين، ما حد برد.
لكن اليهود يعلنوا كل ما بدهم يسووا. هاي هم متهاوشين سموتريتش وجالانت من سيفرم الشعب الفلسطيني، مين بده يفرمه؟ متهاوشين علينا من كل الشعب الفلسطيني. اوعى انت يا ابن الضفه الغربيه اوعى تفكر لحظه انه هذا يهودي بيعزك ولا بيعطيك تصريح، لا بده يفرمك. لا يستطيع ان يتخيل وجود عدو بتطلع لك كعدو. احنا اليوم في ظل انه في ثمن شهداء في جنين لحالها بقول لك انه في حرب، بقول لك انه الخطه هي قتل القضيه الفلسطينيه من جذورها. ما بدهم يشوفوها، بيروحوا على الاردن بتفقوا وكتبت هذيك اليوم ماذا حصل في لقاء نتنياهو الملك عبد الله. بناء لجنه جديده اسرائيليه اردنيه من السلطه لاداره المسجد الاقصى، كنيسه صار المسجد الاقصى. بس يعني يقال انه هذه الاخبار، يعني هذه الاخبار اين انتشرت حول موضوع اللجنه؟ لانه تم نفيها يعني اللجنه افتحي مين الجهة التي أعلنت عن هذا الأمر؟ أنا بحكي لك مين فتح. افتحي تقديرات الاستراتيجية، معهد دراسات استراتيجية، واكري الساحة الفلسطينية، اكريها بالضبط. آخر إشي التوصيات، والتوصيات رفعت لنتنياهو ورئيس دولة الاحتلال هيرتزوغ وبينفذوها على الفور. هناك سعيد ما بيجيب شيء من عنده. نعم بقول لك ايش بصير اكيد، لكن احنا يعني نعم تفضل. وانا امبارح اجوا صحفي عليكم حبيحكوا لي كذا كذا، قلت لهم هذا غير مزبوط وبعرف ايش بحكي لك انا، يعني ما بفتري على حد يعني. احنا لا، لكن هذا يعتبر تغيير الوضع القائم في الاقصى والوصايه. لا لم يبقى وضع قائم، انتهى الوضع القائم، وراح نتنياهو بلغ الملك عبد الله انه انتهى الوضع القائم ولا استطيع ان اعود الى الخلف، لذلك يجب البحث عن حل اخر، هيك حكى له. نسيكم اللي ينشر على الاعلام، اللي ينشر على الاعلام كلام فاضي. نعم سنبقى الوضع القائم، والوضع القائم ما حدا يسمع فيه، الوضع القائم انتهى. اليوم الشرطه هي من تمسك بالمسجد الاقصى، الشرطه بتتصور مثل ما شفنا امبارح في المسجد الاقصى، اليهود برقصوا بتشلحوا في المسجد الاقصى، بيصلوا في المسجد الاقصى، ما ضل لنا في شيء في المسجد الاقصى. وراح بلغ الملك عبد الله انه المسجد الاقصى هذا سياده اسرائيليه والوضع القائم انتهى، وهي اللجنه هي من ستحل محل الوضع القائم. وافقت حبيبي بنمشي، ما وافقتش راحت عليه. هيك حكى له، انا هيك بحكي لك اللي حكي اللي صار. اللي بيحكوا اليهود اللي ما بيترجم. نعم نعم نعم، يعني كلام مهم وخطير، كلام خطير ومهم، خطير جدا. نعم، وبعودة أيضا الحديث عن مخيم جنين، إذا من صالح الاحتلال أن يتحدث عن توتر أو عن انتقال الأوضاع إلى غزة، يعني هو يحاول زج غزة بكل تصريح له، ومعروف السبب كما ذكرت. طيب الآن يعني الانسحاب، لسه للآن لا يوجد انسحاب، هي عملية كبيرة، حتى يعني المواقع العسكرية الإسرائيلية وصفتها بأنها غير مسبوقة وتشبه يعني من سنوات لم يحدث هذا العدوان على مخيم جنين. إلى أين ستؤول الأمور في الضفة من وجهة نظرك بعد كل هذا التصعيد أستاذ سعيد؟ هناك قراءتين لما يحدث في الضفة الغربية. الضفة الغربية اليوم مستهدفة. أنت يوم تحكي عن خطة استيطانية، خطة عسكرية، خطة للشرطة، خطة لكل شيء، لمصادرة الأراضي في مناطق سي، هدم البيوت. نتنياهو بيحكي في تصريح معلن ومسجل أنه سأعمل توازن، يعني بديش أهد بؤر استيطانية، بدي أهد مقابلها قرى فلسطينية، قرى بيوت. وبالتالي العنوان واضح من العنوان مثل ما ذكرنا في الفقرة الأولى. الآن الضفة الغربية إذا لم تتحرك سيكون يد الاحتلال أقوى أشد، سنفقد شيء اسمه كتيبة جنين، سنفقد شيء اسمه عرين الأسود، سنفقد شغلات كثيرة جدا، سنفقد أموال لن تحمى أول أموال للسلطة، ستعرضد قصعان المستوطنين، وشوفنا في مقطع أن المستوطنين سنجتاح الضفة الغربية حكوا، وبالتالي ستذهب الأمور تلقائيا إلى تصعيد. إذا الوضع طبيعي أنه يصير تصعيد، إذا هناك ما زال في نفس لدى الشعب الفلسطيني يقوم في تصعيد ضد الاحتلال في الضفة الغربية كونها هي الساحة المستهدفة. إذا ما اشتعلت الأمور وتصاعدت الأوضاع وأصبح هناك
مقاومة لهذا الاحتلال المتوحش الذي يهاجم الشعب الفلسطيني اللي شفناه في شعفاط اللي نشوفه اليوم في جنين، فستنفجر الأوضاع، لن تبقى على حالها، لن تبقى على حالها، صعب صعب لا يستطيع الشعب الفلسطيني تحمل كل هذا الضغط. نعم، أشكرك جزيل الشكر المختص بالشأن الإسرائيلي أستاذ سعيد أبشارات.